لكم التحية في كل مكان، متواصلين معكم شروق، صباح الشروق على الهواء مباشرة. كنترول ونعود. المسابقة في السنة دي إن شاء الله حتتكلم عن الفاشون. المرحلة المراحل حقت المسابقة دي عبارة عن 6 مراحل. المرحلة الأولى هي المرحلة الأون كامبس. مرحلة الأون كامبس هي المرحلة اللي بتنافسوا فيها الطلاب على مستوى الحرم الجامعي. بعد ذلك نحن هنمشي المرحلة اللي بعدها اللي هي هيتأهلوا فينا طالب أو فريق بيمثل الجامعة في الدول المختلفة. كويس. بعد ذلك كل أي طالب في الجامعة في الدولة المختلفة حيتنافس فيما بعضهم عشان يختاروا منهم أفضل فريق حيمثل المسابقة في المرحلة اللي بعدها. إحنا الليلة كنا سعيدين جدا بأننا كنا جزء من فعاليات هالت برايس، وإحنا كنا التيم المنظم للفعالية بالشراكة مع جامعة أستاذ العلوم والتكنولوجيا. وإحنا يعني هدفنا في شركة جولدن نايت إننا نخلق ثيم جديد للفعاليات، إننا ندخل المتعة في الفعالية ونخليها لها لون وطعم. ما أعرف إنه الشباب عندهم طاقات، عندهم أفكار. والليلة أنا حابب أشكر وأخص الشكر للفريق المنظم للفعالية، لأنهم والله يا شباب تعبوا واجتهدوا وساهروا عشان البرنامج يطلع بالشكل الجميل والشكل السمح ده. والفكرة كانت إنه فاشن يعني أزياء، فقررنا قلنا ليه الإنسان السوداني بطبيعته كده بجلابته ببساطته ما يخش المسرح، ما هو اللي يكون مفتتح البرنامج ده؟ هو أي جهة أجنبية لكن إحنا سودانيين، فبطبعنا كده حابين نعمل لمسة حقت سودانيين، حابين نضيف يعني بصمتنا كجولدن نايت، وعايزين نحقق شعارنا اللي هي نكون الواجهة الأولى للمتعة في السودان. أنا شاركت في المسابقة يعني لي 3 سنة. السنة الفاتت كنت المنسق بتاع اللوجيستيك، السنة دي سفير الغربي. فأنا بس كل عايزة أقوله يعني لطلاب الجامعة إنه يشاركوا في المسابقة، حتى لو ما عندهم مشاريع أو ما عندهم أفكار، المسابقة بتفتح لهم يعني أفق جديدة لحاجات جديدة، خصوصا في مجال البزنس وريادة الأعمال. في ورش تدريبية، في برنامج تدريبي متكامل لضابط. يعني بصراحة يعني الورش دي برا بمبالغ كبيرة، أقل ورشة بتكون ب20 أو 25، فهنا بتكون متاحة مجانية. أي كوتش قاعد يجي يعني بتطوع إنه يدي ورش يدرب الفرق المشاركة، فالحاجة دي يعني جميلة جدا وحاجة مجانية. فأنا بقول يعني للطلبة إنه يشاركوا حيستفيدوا يعني من الحاجة دي. تنظيم الهالت برايس في السودان يعني حاجة ما قديمة شديد، لكن هدفها تمكين الشباب وتمليكهم القدرات القد لا يمتلكها أغلب الناس. يعني التدريب مهم جدا، لأنه أي شاب مصيره في مرحلة من المراحل يا أما يشتغل في بيزنس أو يعمل بيزنس، فلازم نمكن الشباب من عن طريق التدريب، عن طريق الورش، عن طريق الكورسات، أنه يعرف المهارات الضرورية العاوزة في الحياة ويقدر يتمكن في مجال معين عشان يقدر يخدم المجتمع ويخدم البلد اللي هو عايش فيه بغض النظر عن أي بلد هو عايش فيه. فالشباب قوة عظيمة، والبلد محتاجة أكيد للشباب اللي هم أخواني طبعاً، أنا زوج صغير. فافتكر تمكينهم ده واجبنا كأخوان وواجب الدولة كمسؤولين. ده هدف الهالت برايز، أن تمكن وتدرب الشباب وتخليهم يعني الذخر والقوة للوطن. ونحن كلنا ساعين وجاهدين ومجتهدين أن نمكن الشباب وندربهم ونغرس فيهم روح العمل الطوعي، ونغرس فيهم الانضباط، ونغرس فيهم كل ما هو جميل ومفيد بالنسبة لهم حتى يستمتعوا بالرحلة الجميلة، سواء كان في ريادة الأعمال أو العمل الطوعي أو أي صورة من الصور اللي بتخلي المجتمع ينظر للشباب بنظرة جميلة ونظرة محترمة، أن الشباب هو حيمسك الدولة في يوم من الأيام، هو حيمسك زمام الأمور. فتدريبه وتأهيله وتمكينه
هو من أهم الأهداف المفروض نحن نركز عليها. أنا مشارك في المسابقة دي لأول مرة طبعا، ولأول مرة أعرف عن المسابقة دي ذاتها، والحمد لله سبحان الله، يعني زي ما قال ربنا وإن ليس الإنسان إلا ما سعى. فأنا كان سعي من حوالي سنين لورا إنه أنا أصلا إنسان شغوف بالبيزنس، وغير كده يعني حابب إنه أشق طريقي براي دون أن أكون في ظل أي أحد، إذا كان في الوظائف، إذا كان في الحياة العملية العلمية. والحمد لله تعرفت في المسابقة دي، والآن أنا مشارك فيها، ويعني قادمين بقوة زي ما بيقولوا، ودي فرصة، يعني أنا شايف إنها فرصة جيدة جدا بالنسبة للشباب إنهم يتعلموا أولا يعني كيف يشقوا طريقهم، أول حاجة يتعلموا عن البيزنس، تكون محاولة زيها وزي كثير من المحاولات إذا باءت بالفشل أو إذا كان نجحت. فالحمد لله إنه أنا من ضمن النطاق ده، وأنا مبسوط بها جدا جدا. يعني أنا أحب أناشد الشباب من حتتي دي إنها هدي، أنت في مرحلة الصفر، ممكن تبدأ معانا الآن من مرحلة واحد، ممكن تاني تتدرج إلى أن يكون ما معروف أين النصيب، وطبعا التوفيق على ربنا يعني الحمد لله. فأحب يعني أشكر قناة الشروق، وأحب أشكر الفريق التنظيم والمؤتمر أساسا أو المسابقة من أساسا، إنه وفرتنا الفرصة العظيمة دي إنه نصهر إبداعاتنا وأفكارنا بالنسبة للعالم أو بالنسبة لبلدنا، وشكرا لكم يعني.